يحصد أرواح آلاف الأمريكيين كل عام، وأمام جبروته عجزت مختلف الإدارات المتعاقبة. في العام الماضي فقط راح ضحيته أكثر من 44 ألف أمريكي. عدو أمريكا الأول وصفه بايدن بالوباء، وهو هنا لا يتحدث عن فيروس كورونا. المقصود هو السلاح المنفلت الذي يفتك بالأمريكيين كل عام. ظاهرة يزداد ضحاياها كل عام، 105 حوادث إطلاق النار خلال الأيام 64 الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرت ب 40%. وللمناسبة وللمقارنة، ذهب ضحية الإرهاب في أمريكا ما يقارب 3000 شخص، ولمكافحته أنفقت واشنطن أكثر من 3 تريليون دولار خلال عقدين. لكن السلاح المنفلت بقي خارج المكافحة، لا قانون جاد للحد من تجارته، وبما أن الشاري يدفع الثمن فلا تهم هويته، وحتى إذا كان قاصراً. مكافحة الإرهاب وتجارة السلاح وجهان لعملة واحدة، كلاهما يدر أموالاً ضخمة على الشركات. وبلغة الأرقام، أنتجت أمريكا خلال العام الماضي 71 مليون قطعة السلاح، صدرت منها 7.5 مليون فقط إلى الخارج. 65 مليون قطعة منها بقيت في أمريكا، والمستفيد 17 ألف شركة مصنعة للأسلحة. صدور قرار أيضا يضر بأعمالها، مخاطرة يخشاها أي رئيس أمريكي. أما الشارع فيسمي هذه الشركات بلوبي السلاح. يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فرض المزيد من الإجراءات الرامية للحد من حوادث إطلاق النار المنتشرة بكثرة في البلاد. بايدن وقع على أمر تنفيذي قال أنه يهدف إلى الحد من عنف السلاح، بما في ذلك التغييرات التي يمكن أن تزيد من عدد مشتري الأسلحة الذين يخضعون لفحص أمني. وبحسب نص الأمر التنفيذي، فيجب على وزراء العدل والصحة والتعليم ووزير الأمن الداخلي اتخاذ إجراءات لتنفيذ قانون المجتمعات الأكثر أمناً الذي وقعه بايدن العام الماضي، بالإضافة إلى توسيع الحملات الفيدرالية الحالية لتعزيز التخزين الآمن للأسلحة النارية. وجدد بايدن دعوته للكونغرس لاتخاذ إجراءات إضافية للحد من عنف الأسلحة، بما في ذلك عن طريق حظر الأسلحة الهجومية واشتراط تقديم سوابق عدلية للأشخاص في جميع مبيعات الأسلحة.